ومعظم الذين انحرفوا بقوة وبعنف سببها أب سكر سكر سكر، فلما انفتق القفل ولا انكسر وطلع للحياة استخدم كل المحرمات اللي كان محرمة عليه يوم أن أغلق عليه. المخطئ الأول هو الأب، المخطئ الأب أنت اللي بعضهم يقول ولا جو ابنك في الثانوية مع جوال، قال ولا جوال أبشرك، يقول لي أب يقول ولدي في ثالث ثانوي ما عنده جوال، والله ولا جوال، قلت والله ولا جوال أنت اشتريته، لكن هو عنده ثلاثة، قال عنده ثلاثة من أين؟ قلت أنا متأكد أن ابنك عنده ثلاث جوالات، أنا قلتها جزافا، فلما بحث وجدها نائمة تحت الوسادة ثلاث جوالات، هو يعتقد أنه لما منع أن هذا لن يصل إليه، مسكين. ولذلك يجب أن نحصن الأبناء وندفعهم إلى الميدان، لا أن نحميهم بالإغلاق، لأن الجيل القادم جيل يخيف، جيل يسرق الكحل من العين كما قالوا آبائنا، يغزلون الماء غزلا، وهذا أحبابي مهم مدح لهم، لكن معناه يستطيع الاحتيال على الأب، يحتال على الأب حيلة. وأنا وإياك أنا من الجيل الماضي وعندي أبناء ولا الحمد متخرجين من الجامعة، فالابن اللي من هذا أنا أقول له يا ولدي الله أحسن إلي، مو بنا أحسن إليك، أحسن إلي واتقي ربك، لأننا في جيل نعم يستطيع أن ينحرف وهو متركي معك على المركة، الله يجزاه، والله ما ندري عن بعض، يدخلنا من هنا ويطلعني من هنا، لأني لا أجيد هذه التقانة التي يجيدها.